العناصر والمركبات، ويدرس طاقة العنصر وسلوك الذرة والمركبات الناتجة من أي تفاعل. علم الكيمياء يعتبر فرع من فروع العلوم الفيزيائية، يعنى بفهم طبيعة المواد وتحولاتها وتغير خصائصها، سواء أكان هذا التغيير ناتج من التفاعلات الحاصلة بين المواد المختلفة أم بين المادة والطاقة. يعتبر الكيمياء من أهم العلوم على الإطلاق، لأنها تمس حياة الناس بشكل مباشر. أول من استخدم الكيمياء جابر بن حيان. أنواع الكيمياء: الكيمياء الحيوية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء الحرارية. الكيمياء واستخداماتها في حياتنا اليومية: تساهم في تطور الطب والصناعات الدوائية وصناعات الرقائق. 2- تساهم في تحويل المعادن زهيدة التمر المعرضة للتلف إلى معادن غالية. تدخل في تصنيع مختلف الأصناف مثل تصنيع المخللات والخل وتصنيع المربى. كانت معكم الطالبة ميلاد ساري آلي لجيب، شعبة 6، تحت إشراف معلمة آمال البحطاني.